الآن مشاهدين الكرام مباشرة لنيويورك لمتابعة افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72. الصباح ولازال العدد في زيادة، هذه أغلبية ساحقة. أشكر مستضيفين اليوم وأصدقائنا من كندا وإنجلترا واليابان وألمانيا ورواندا ونيجيريا والسنغال وسلوفاكيا وتايلاند والمملكة المتحدة وأوروغواي. أشكركم جميعا، حقيقة أنكم كلكم التزمتوا الملتزمين بنجاح الأمم المتحدة، أن هذه علامة، علامة على ما نحتاج إليه ولا يجب أن تحقيقه. أنتم السبب في تحقيق هذا التغيير في الأمم المتحدة، ومن شرف اليوم أن أقدم إليكم شخص لا يختلف على التغيير، وهو رجل أعمال يرى التغيير ويرى طاقات كامنة كبيرة، ليس في مجرد حركة تغيير الأمم المتحدة ولكن في الأمم المتحدة ذاتها. يتشارك في الالتزام بالأمن وحقوق الإنسان. أشكره على حضوره معنا اليوم، السيدات والسادة، الرئيس دونالد جي ترامب. أشكركم. أرى الطاقة كبيرة من الجانب الآخر من الشارع، وهذا السبب أن الأمم المتحدة بدأت مشروع ناجح. أريد أن أشكرك سيادة السفير هايلي على تقديمي وعلى التزامك بالمصالح الأمريكية في المسرح العالمي. وعلى الدول المستضيفة لنا أريد أن أشكر الأمين العام سيد جورس على أنه شخص جيد والتزامه بإصلاح الأمم المتحدة، والإصلاح هو ما نتكلم عنه. وأصفق إلى الأمين العام على التزام بإصلاح الأمم المتحدة لكي تخدم الناس أفضل، الناس الذين يمثلهم بشكل أفضل، وأن يجد طرقا يمكن أن تحسن الأمم المتحدة في التنمية والإدارة والسلام والأمن. الأمم المتحدة أنشأت على أهداف سامية تشمل هذه الأهداف: كرامة وقيمة الإنسان والتطلع إلى الأمن العالمي. الأمم المتحدة قد سعت في هذه الأهداف بكل الطرق، بكثير من الطرق: إطعام الجائعين وتقوية المرأة والفتيات في المجتمعات عبر العالم. لكن في السنوات الأخيرة الأمم المتحدة لم تصل إلى كل إمكانياتها بسبب البيروقراطية وسوء الإدارة. الأمم المتحدة على قد زادت ميزانيتها ب 140% وتضاعف عدد موظفينها منذ عام 2000، ولم نرى أي نتيجة لهذه الزيادة. لكن أعلم أن تحت إدارة الأمين العام أنها تتغير وتتغير بسرعة، وقد رأينا هذا التغيير، ولهذا نحن نشجع الأمين العام وأملها في النظر إلى أزمات الناس وتخفيف من البيروقراطية. نود أن تكتسب أن تستعيد الأمم المتحدة ثقة الناس مرة أخرى، وأن تحمي من يبلغ عن مشاكل، وأن تركز على النتائج أكثر من العمليات. نحن يجب أن نضمن أن الدول الأعضاء أن يكون لدي مسؤولية متساوية للجميع، سواء ماديا أو عسكريا، وأن نطالب أن كل عملية حفظ السلام أن تكون هناك عملية محددة لتقييم النجاح فيها. نحن نستحق أن نرى قيمة الأمم المتحدة، ووظيفتنا أن نظهرها للعالم بهذا الشكل. نحن نشجع الأمين العام أن يستخدم كل سلطاته أن يقلل البيروقراطية
وأن يتخذ قرارات قوية كي يقوي مهمة الأمم المتحدة. ونحن نشجع كل الدول الأعضاء أن تنظر في طرق وأن تأخذ خطوات قوية في اتجاه تغيير العمل عما كان عليه سابقا، وأن نرى أن نغير أساليب الماضي التي لم تعد فعالة. الولايات المتحدة والأعضاء والحاضرين اليوم يدعمون هذه الرؤية في التغيير. ونتعهد بأن نكون شركاء في العمل، وإذا عملنا مع وأنا متأكد أننا إذا عملنا معا فالأمم المتحدة ستصبح أكثر قوة وأكثر عدالة للسلام والتناغم العالمي. شكرا سيادة الأمين العام، وأتطلع إلى تحقيق هذه الأهداف في السنوات القادمة، وهو شرف كبير أن أكون معكم اليوم. أشكركم. شكرا سيادة الرئيس. جئت إلى الأمم المتحدة في نفس الوقت تقريبا الذي جاء فيها الأمين العام، ونحن ملتزمون بمهمة أن نرفع قيمة الأمم المتحدة. ليست أقل أمم المتحدة أقل في السعر أو أغلى، بل هي أفضل، بل أفضل مؤسسة قائمة على الثقة وقادرة عن تحقق السلام وحقوق الإنسان. على 8 أشهر الماضية كان شريكا وصديقا، وقيادته جمعتنا اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش. سيادة الرئيس، شكرا على انضمامك ودعمك لنا، وأشكر السفيرة هيلي على قيادتها ومشاركتها والتزامها معنا. وأنا ممتن لكل القادة الموجودين اليوم. أيها السيدات والسادة، سألني أحدهم ما الذي يجعلني أسهر ليلا، وكان ردي بسيط، وهو البيروقراطية وتضييع الأوقات في والشرائط الحمراء على الأوراق، ولا يمكن والبحث عن طريقة أفضل للقيام بذلك بتحقيق بعض القواعد الملزمة التي حققنا في هذا الاتجاه. هناك حتى يقال أن هناك مؤامرة لتجعل هذه القواعد قوية، لكن دعونا لا ننسى أننا هنا اليوم كي نخدم الناس الذين يعانون من الصراعات والفقر. حقوق الإنسان أصبحت تنكر عليهم. أحلام هؤلاء الناس يجب أن تحقق. الإصلاح يحقق هذه الحقوق، والحق الإصلاح أيضا لدفع الضرائب ليروا نتيجة ما نقوم به، وكل من يعملون تحت علم الأمم المتحدة حتى يؤدون مهمتهم المهمة، ويخدمون الناس الذين يخدموننا. يجب أن نكون مرنين ومؤثرين، ويجب أن نقوم ذلك بالتزام حتى نحقق أهداف الأمم المتحدة. معا نحن نحقق تقدم على نطاق أوسع لتحقيق أوضاع الأمم المتحدة. نحن أوجدنا طريقة لتحقيق الآمال هذه المؤسسة، حتى نحمي المبلغين وإقامة مؤسسات ضد الإرهاب، ودعم مؤسساتنا الأمنية حتى قد تصبح قادرة على ومؤسسة وقادرة وأقل في التكلفة في تحقيق السلام. نحن نطور نظامنا حتى يصبح أكثر تكسيرا ويكمل الاعتماد عليه لكي يدعم الدول لتحقيق التنمية ومساعدتنا في العولمة. خلال هذه المهمة نحن نقوم بإصلاحات على منطقة واسع بشفافية أكبر وبالتزام أكبر. هذه الجهود كي تساعد
الجميع، وكي نصل بتحقيق مبادئ هذه المؤسسة. نحن مؤسسة كبيرة، وأغلب من يعملون معنا يعملون على الأرض. يجب أن يكون صناعة القرار أقرب لمن هؤلاء الذين نخدمهم، وإيجاد وسيلة أفضل للإنفاق. سيادة الرئيس، كنت دائما تقول، وقد عدت هذا اليوم، أن الأمم المتحدة مهمة لكل الجميع، ومهمتها هي أن نصل إلى مستوانا المطلوب. مهمة الأمم المتحدة في القرن 21 أن تركز على احتياج الناس وأقل بيروقراطية. هو نحن هذا اختبار للإصلاح، ونحن موجودين في نيويورك فقط، ولكن يجب أن يكون مؤثرة في حياة الناس الذين نخدمهم، ونكتسب ثقة من يدعمون عملنا في كل مكان. قيمة المال ليست وحده، بل يجب أن نشارك القيم الأخرى للناس. وأشكرك على دعمك لهذه المهمة الحساسة. شكرا سيادة الرئيس وسيادة الأمين العام. اليوم هو يوم عظيم، ولكنه هو بداية العملية وليس نهايتها. هناك 120 عضوا في الأمم المتحدة، وهناك 70 دولة لم توقع بعد على إصلاح الأمم المتحدة. مهمتنا اليوم أن نكتفي فقط، لا نرضى بأقل من إصلاح كامل، ونحن أقوى حين نتكلم بصوت واحد، وقيمة المؤسسة تستحق العمل أجلها. وهناك وفود لم توقع بعد على هذه الوثيقة، ولكي تحقق أمم المتحدة أكثر شفافية. الأمم المتحدة تريد أن تحقق التاريخ لإظهار إصلاح مهم في الأيام القادمة. سيكون الواجب تحقيق رؤية الأمين العام الأكبر، وأن أتأكد أن الأمم المتحدة تظل ذات علاقة بالواقع. نحن نرى مقاومة، رغم المقاومة لهذا التغيير، فنحن نأمل على الاعتماد على استعمكم لنا، وأن نجعله يوما جديدا للأمم المتحدة. كان هذا مشاهدين الكرام اجتماعا لمئة من قادة دول العالم عشية البدء الرسمي لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا. وقد تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الجلسة وهذا الاجتماع عن إصلاح الأمم المتحدة، وقال إن أهداف الأمم المتحدة السامية التي تأسست عليها لم تصل في السنوات الأخيرة إليها بسبب البيروقراطية، وقد زادت ميزانيتها في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك لم تحقق أهدافها. قال أيضا: نريد أن تستعيد الأمم المتحدة ثقة الناس مرة أخرى، ونريد أن نغير أساليب الماضي التي لم تعد فعالة. وقال إن الأعضاء الذين يدعمون هذه الرؤية الآن في ازدياد، على الرغم من أن بعض أعضاء الأمم المتحدة لم يوقعوا بعد على إصلاح الأمم المتحدة. قال أيضا: لو عملنا معا ستصبح الأمم المتحدة أكثر عدالة، وسنصل لتحقيق الأهداف المطلوبة في السنوات القادمة. بعد كلمة الرئيس الأمريكي تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجاءت كلمته إلى حد كبير متناغمة مع كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقال: نحن هنا اليوم لنخدم الناس الذين يعانون من الصراعات والفقر، وتنكر عليهم حقوق الإنسان، وطلب بالإصلاح الذي يحقق هذه الحقوق. وكل من يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة مطلوب منه أن يسعى لتحقيق هذه الأهداف. وقال إن مهمة الأمم المتحدة
في القرن الحالي 21 هي أن تركز على مطالب الناس وأن تكون أقل بيروقراطية. كانت هذه مشاهدين الكرام كلمة كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في هذا الاجتماع الذي حضره 100 من قادة دول العالم عشية الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72. بعد فاصل قصير تتوالى خدماتنا الإخبارية وفترة إخبارية بعد فاصل قصير. خلال زيارته لنيويورك الرئيس السيسي يلتقي عددا من الشخصيات الأمريكية ووزير خارجية الإمارات لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة. خلال اجتماعه مع مسؤول شنايدر إلكتريك شريف إسماعيل يؤكد حرص الحكومة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة وتشجيع مشروعات الطاقة النظيفة. المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصدر أمرا بإيقاف الاستفتاء في كردستان، وتركيا تبدأ مناورات عسكرية على الحدود بين البلدين، وإيران تهدد بإغلاق الحدود. أهلا لكم مشاهدينا في مستهل نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل للأخبار، مرحبا بكم. تفاصيل النشرة تأتيكم بعد الفاصل. خلال زيارته لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بعدد من الشخصيات الأمريكية المؤثرة لبحث العلاقات بين البلدين والأوضاع في المنطقة. تضم المجموعة نخبة منتقى من الشخصيات الأمريكية التي ساهمت في تشكيل دوائر صنع القرار الأمريكي إزاء مختلف القضايا التي تمس الأمن القومي الأمريكي، لا سيما مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في نيويورك الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الوفد الإماراتي في اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشاد الرئيس السيسي خلال اللقاء بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن المرحلة الراهنة بما تفرضه من تحديات تستلزم تضافر كافة الجهود العربية لتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية وزعزعة استقرارها. من جانبه أعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن اعتزاز الإمارات بالعلاقات المتميزة مع مصر، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تعزيز أطر التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما استقبل الرئيس السيسي بمقر إقامته بنيويورك الأمير خالد ابن سلمان سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، وأكد الجانبان خلال اللقاء على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. تناول اللقاء عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما سبل التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بما ينهي المعاناة الإنسانية لشعوبها ويحافظ على مقدراتها. هذا ويواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي لليوم الثاني زيارته إلى نيويورك حيث يعقد عددا من اللقاءات الهامة. من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي غدا الثلاثاء بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72، حيث سيستعرض رؤية مصر لمجمل الأوضاع الإقليمية والدولية وكيفية إرساء السلام في العالم وجهود مكافحة الإرهاب. كان الرئيس السيسي قد وصل أمس إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ملتزمة بإصلاح الأمم المتحدة. جاء تأكيد ترامب في كلمته أمام اجتماع حضره 100 من قادة العالم لعرض مقترحه لإصلاح الأمم المتحدة عشية خطابه الرسمي أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية. وطلب الرئيس الأمريكي قادة العالم بأن يكونوا شركاء في العمل على إصلاح الأمم المتحدة لتحقيق السلام العالمي. كان ترامب قد وصل إلى نيويورك للمشاركة للمرة الأولى في أعمال الجمعية العامة على الرغم من انتقاداته العلنية للأمم المتحدة التي اعتبرها منظمة ضعيفة لا تتمتع بالكفاءة اللازمة. التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم مع لوك ريمونت نائب الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك والوفد المرافق له لمتابعة أنشطة الشركة في مصر. من جانبه صرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء أن شريف إسماعيل قد أشاد بالتعاون القائم مع الشركة التي تعمل في مصر منذ 3 عقود وما عرضته الشركة من مشروعات لها في مصر بما في ذلك برامجها للتدريب ورفع القدرات. كما أكد إسماعيل على حرص الحكومة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة وتشجيع مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة وعزمها على مواصلة الجهود لإجراء تطوير شامل للبنية التحتية لمختلف القطاعات الصناعية والتنموية. أكد الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة بما تمتلكه من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية في شتى المجالات على استعداد دائم للتكامل مع مؤسسات الدولة كافة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها العصار في فعاليات اليوم المصري للتعليم والذي نظمته إحدى مؤسسات المجتمع المدني ووقع خلالها بروتوكول تعاون يهدف إلى تنفيذ مشروعات التعليم الفني والتدريب المهني والمنح الدراسية. انطلقت في مدينة الغردقة اليوم أعمال المؤتمر 27 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بإفريقيا والذي يستمر حتى 22 من الشهر الحالي. يشارك في المؤتمر رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات من 19 دولة إفريقية تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الإنتربول والجمارك العالمية وذلك لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة المعنية بالدول الإفريقية الصديقة في مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وضبط العصابات والعناصر الإجرامية المتورطة في التهريب لكافة أنواع المخدرات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من الغردقة مراسل التلفزيون عبد الله بركات. عبد الله، كيف كانت أعمال المؤتمر 27 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بإفريقيا من خلال متابعتك لذلك؟ نعم، بالفعل صباح هذا اليوم انطلقت الجلسة الأولى للمؤتمر ونحن بصدد الجلسة الثانية لهذا المؤتمر والمستمر على مدار 5 أيام بمدينة الغردقة. في الجلسة الأولى كانت هناك كلمة لوزير الداخلية السيد مجدي عبد الغفار ألقاها نيابة عنه اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أكد فيها على عدد من النقاط. أبرز هذه النقاط هي المتعلقة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية فيما يتعلق به مكافحة المخدرات على المستويين الداخلي وأيضا الإقليمي من خلال التعاون مع الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. كان هناك مقترحا من قبل مصر في هذا الصدد وتم طرحه على المؤتمر. هذا المقترح يتعلق بإنشاء مركز تنسيقي إقليمي على غرار مراكز تنسيقية إقليمية أقامتها مصر مع دول حوض البحر المتوسط يهدف إلى محاربة الإتجار في المخدرات. للتعرف أكثر عن هذا المؤتمر وعن المركز الإقليمي معنا اللواء مجدي السمري وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رئيس وفد مصر في المؤتمر. سيادة اللواء، المقترح المصري المتعلق بإنشاء مركز تنسيقي إقليمي لمكافحة المخدرات، ماذا يعني هذا المركز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم جميعا في فعاليات المؤتمر اليوم الأول مؤتمر رؤساء مكافحة المخدرات في القارة الإفريقية الهولية في الغردقة. هو الصبح مصر أعلنت عن مبادرة إن هي بتنشئ مركز تنسيقي
مقر مصر، وده المركز التنسيقي ده على غرار انت عارف حضرتك العالم كله في تجمعات اقليميه على مستوى العالم، زي دول حوض البحر المتوسط، زي دول القارتين في امريكا، زي دول البحر الاحمر. ده مركز تنسيق لدول افريقيا، انت عارف حضرتك مصر بالنسبه لها الدول الافريقيه دول الشقيقه، فاحنا طرحنا مبادره ان ننشئ مركز تنسيقي مقر مصر، يكون فائدته المقر ده عشان الناس برضه فاهمه ايه مغزى هذا الطرح، انه ده المركز التنسيقي ده يبقى نتيجه اللي تعرف حضرتك جريمه المخدرات نعتبرها جريمه منظمه او جريمه عابره للقارات زي ما حضرتك بتقول دي يعني بتنشا في دوله بمرور باكثر من دوله تستقر في دوله السلاك. احنا عندنا قاره افريقيا كلها مشكله المخدرات مشكله معقده جدا، في فيها دول انتاج، فيها دول استهلاك، فيها دول المرور او دول العبور. النهارده لما تعمل مركز تنسيقي ده بيدي سرعه لتبادل المعلومات العملياتيه او الاستخباراتيه في مجال المخدرات، بسرعه تقدر تكتشف قضيه المخدرات او تكتشف خط تهريب قضيه المخدرات، بدل ما انت ترجع للاساليب العاديه او التقليديه في تبادل المعلومات. لا ده مركز تنسيقي قوي جدا فعال، وده منشأ في فرنسا على غرار، حتى انا قلت في كلمتي دلوقتي في كلمه مصر اللي القناها، على غرار المركز اللي منشوء في فرنسا اللي هو بتاع دول حوض البحر الابيض المتوسط. فده فائدته او الهدف منه بتنسيق بين الدول الافريقيه الشقيقه. مصر استضافت المؤتمر ده في زي ما قلت لحضرتك في 96 2004. مصر بتستضيفه النهارده في، وده رساله مهمه جدا للدول الأشقاء الأفارقة، إن مصر تعتبر دولة محورية بالنسبة لأشقاء الأفارقة، وإحنا بننشئ النهاردة بنعمل مؤتمر النهاردة. طرحنا في كذا فكرة في هذا المؤتمر من ضمنها زي ما قلت لحضرتك المركز التنسيقي، ويبقى في تبادل معلومات قوية وسريعة وفعالة في معلومة المخدرات في هذا المركز اللي إحنا بننشئ يكون مقر مصر إن شاء الله. بصفتك رئيس وفد مصر في المؤتمر وخلال الجلسة الثانية وهي جلسة مغلقة تم طرح كلمة مصر، أهم النقاط اللي تم التركيز عليها في هذه الكلمة ومدى ردود الأفعال الخاصة بها؟ كلمة مصر اللي أنا لقيت ألقيتها دلوقتي في الجلسة هي كانت بتركز على عدد محاور مهمة جدا، إن ليست في دولة في العالم أو على في قارة أفريقيا بمنع عن مشكلة المخدرات. إن لم تتضافر الجهود كلها مجتمعة ومشاركة في عمليات مكافحة المخدرات لن تنجو دولة أو دولة من دول الجوار كلها من مشكلة المخدرات. المنطقة كلها مستهدفة ومستنزفة في عمليات المخدرات. في النهاردة بدأ يكتشف مخدرات مستحدثة حديثة، ودي برضو احنا طرحنا هذا الكلام، ذكرنا جهودنا خلال العام الماضي، جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المصرية والقضايا اللي تمت بالتعاون الدولي بيننا وبين أشقائنا الأفارقة والمجتمع الدولي عامة، القضايا اللي اشتركنا فيها واللي ظبطناها. طرحنا برضو فكرة المركز التنسيقي اللي قلت لحضرتك عليه ده، وإحنا اقترحناه يكون مقر مصر، وللحقيقة برضو التزمنا بالإعلان السياسي بتاع 2009 بتاع الأمم المتحدة وهم رحبوا بيه جدا، التزمنا ببنوده. طرحنا كذا موضوع في احنا في اتجاهنا، الاهم موضوع ان احنا اتكلمنا فيه كمان برضو ان احنا قلنا عايزين رقابه دوليه على مخدر الترامادول. مخدر الترامادول بالنسبه لنا دلوقتي بقى مخدر مؤثر جدا، والمنطقه كلها مستهدفه بهذا المخدر الغريب خلال الفتره الحاليه. شكرا سيادة اللواء، وتأكيدا على كلام سيادة اللواء هناك بالفعل نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة حققتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونؤكد أيضا أن اختيار مدينة الغردقة يؤكد أيضا على الاهتمام بالجانب السياحي والترويجي لمصر خلال الفترة الحالية، وهذا ما يحدث حاليا من خلال مشاركة 19 وفد من الدول الإفريقية. نعم عبد الله بركات مراسل التلفزيون المصري كنت معنا عبر الأقمار الصناعية على الهواء مباشرة من الغردقة، شكرا جزيلا لك. في إطار فلسفة العمل الأمني لوزارة الداخلية بتغيير عقيدة الشرطة أن حسن التعامل مع المواطنين هو مبدأ أساسي للعمل الشرطي بصفة عامة، أقامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة التابعة لقطاع الأمن الاجتماعي حفلا خيريا لرعاية أسر المسجونين والمفرج عنهم. وتنظم إدارة شرطة الرعاية اللاحقة هذا الحفل لرعاية وتكريم أسر المسجونين والمفرج عنهم بمناسبة الاحتفال بقرب حلول العام الهجري الجديد وبدء العام الدراسي.
أقامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية حفلا خيريا لرعاية أسر المسجونين والمفرج عنهم، تنفيذا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنظر بعين الاعتبار إلى الفقراء ومد يد العون لهم. حوالي 249 أو 250 أسرة من الناس اللي خلصت السجن بتاعها أو الناس اللي أهاليهم لسه موجودين في السجن. الكلام ده مش بيقتصرش على يوم واحد في السنة، يمكن احنا النهاردة عندنا بنسبة العام الهجري وبنسبة المدارس. حرص وزارة الداخلية وحرص الدولة عشان المفرج عنهم والأسر والمسجونين بعد كده ان هم يندمجوا مع المجتمع ويعيشوا حياة كريمة ما يحسوش بأي حاجة خالص فرق، وده يعني استراتيجية وزارة الداخلية ومنهج في تدعيم حقوق الإنسان. المفروض احنا بنحاول بقى المجتمع ان احنا نساعده وما نحاولوش يرجع للجريمة تاني مرة أخرى، فاحنا بنحاول نساعد أسرته بنتندمج معانا. هي بتيجي الإدارة جدا فرحانة جدا، بتقول أنا مش مصدقة أصلا إن أنتوا ظباط وإن أنتوا بتساعدونا، وبيبقوا مبسوطين جدا بينا. لو ليهم مشاكل خاصة احنا بنذللها وبنساعدهم. تنظيم هذا الحفل الخيري يأتي إصرارا من وزارة الداخلية على أداء رسالتها الوطنية الهادفة إلى احترام حقوق الإنسان وتنمية العلاقة بين الشرطة والشعب وبناء جسور الثقة التي من شأنها ترك انطباع إيجابي لدى الرأي العام. رعاية اللحقة عملت بحث عليا وجم قالوا لي محتاج ايه، فقلت لهم محتاج تلاجة فصرفوا تلاجة. انا جاي حضرتك عشان اخد الكرتونة بتاع الشهرية بتاع كل شهر، وبابايا لسه متوفي وانا عايز اجهز بنفسي عشان قربت اتجوز وعايز اتجوز. انا عندي 4 أطفال في مدارس، فمستني هيصرفونا بعض الحاجات اللي بتعيني على تربية الاولاد بالنسبة للأدوات المدرسية يعني. وزارة الداخلية تعمل على توفير فرص عمل لهذه الفئة ومساعدتهم على الإنتاج والكسب الحلال، تأكيدا على المبادئ التي أسستها المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، وذلك لإصلاح مسار هذه الفئة كي تكون فئة صالحة في المجتمع والاستفادة منهم كأفراد منتجين. رعاية أسر المسجونين وتكريم المفرج عنهم من قبل إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية تزامنا مع الاحتفال بالعام الهجري وبداية العام الدراسي الجديد، يأتي في إطار خطة الوزارة من أجل دعم هذه الفئة ودمجهم في المجتمع مرة أخرى. علي فتحي، النيل. إلى العراق، حيث أكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن المحكمة الاتحادية العليا وافقت على طلب رئيس الحكومة حيدر العبادي بشأن إيقاف استفتاء انفصال الإقليم. في الوقت نفسه بدأت القوات التركية اليوم مناورات عسكرية على الحدود العراقية قبل نحو أسبوع من الموعد المقرر لإجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان شمال العراق. حلقات استقلال إقليم كردستان تتواصل، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق أعلى سلطة قضائية في البلاد أمرا بإيقاف الاستفتاء المرتقب في 25 سبتمبر الحالي. مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد أن قرار المحكمة الاتحادية جاء بناء على طلب من رئيس الحكومة، وبالتزامن تجري القوات التركية مناورات عسكرية على الحدود العراقية قبل نحو أسبوع من الموعد المقرر لإجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان شمالي العراق. من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأكراد إلى العودة عن قرار تنظيم الاستفتاء على استقلال الإقليم، مطالبا القادة العراقيين على اختلافهم بمعالجة هذه المسألة بالحوار البناء. وقال المتحدث باسم الأمين العام في بيان له إن غوتيريش يعتبر أن أي قرار أحادي بتنظيم الاستفتاء في هذا الوقت من شأنه أن يقوض أهداف هزيمة تنظيم داعش،
وسينظم الاستفتاء في 25 من سبتمبر في الإقليم العراقي الذي يتمتع منذ عام 1991 بحكم ذاتي. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اعتبر أن الاستفتاء سيكون خطأ، مشيرا إلى أن مجلس الأمن التركي سيعقد اجتماعا في 22 من الشهر الحالي للتباحث في الموضوع. أردوغان أعلن أنه سيجري محادثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المعارض أيضا للاستفتاء، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتخشى تركيا التي تقيم علاقات تجارية جيدة مع أربيل من تبعات إقامة دولة كردية على حدودها. وكانت الأمم المتحدة قد اقترحت التوصل بحلول 3 سنوات إلى اتفاق بين كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد حول وضع هذا الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي لقاء إرجاء موعد الاستفتاء حول الاستقلال. عبر الجيش السوري بغطاء جوي روسي إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات في خطوة يهدف من خلالها إلى فرض حصار كامل على تنظيم داعش الإرهابي داخل الأحياء الشرقية في مدينة دير الزور. وطرد الجيش السوري مسلحي داعش من عدة قرى على الضفة الشرقية، كما يواصل هجومه غربا لتوسيع منطقة سيطرته. متواصلون مع حضراتكم في بانوراما النيل، وفيها بعد أنباء الاقتصاد، قاذفات قنابل أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية في استعراض للقوة وسط تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية. خلال زيارته لنيويورك، الرئيس السيسي يلتقي عددا من الشخصيات الأمريكية ووزير خارجية الإمارات لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة. خلال اجتماعه مع مسؤول شنايدر إلكتريك شريف إسماعيل، يؤكد حرص الحكومة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة وتشجيع مشروعات الطاقة النظيفة. المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصدر أمرا بإيقاف الاستفتاء في كردستان، وتركيا تبدأ مناورات عسكرية على الحدود بين البلدين، وإيران تهدد بإغلاق الحدود. والآن موعدنا مع أنباء الاقتصاد. أخبار المال والأعمال مع زميلة ميرفة المليك. إليك بقى. شكرا لزملاء غادة وأيمن، وأهلا بكم مشاهدينا. وهذه الوقفة الاقتصادية في بانوراما النيل وأبرز ما فيها. محافظ البنك المركزي يعلن استهداف معدل تضخم ب 7% ويستبعد أي صدمات كبيرة للاقتصاد أو الأسعار خلال العام القادم. أهلا بكم. قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن معدل التضخم في مصر قد وصل إلى ذروته، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خفض التضخم إلى 13% في الربع الأخير من عام 2018. وأضاف عامر في حوار مع وكالة بلومبرج الاقتصادية أن البنك المركزي يهدف إلى خفض التضخم إلى 7% في المدى المتوسط، مستبعدا أي صدمات كبيرة للاقتصاد أو الأسعار خلال العام القادم. وقد أشار بيان للبنك المركزي إلى أن ميزان المدفوعات المصري قد حقق فائضا بلغ نحو 13 مليار و700 مليون دولار خلال السنة المالية 2016-2017. وأشار البنك إلى أن نحو 12 مليار و200 مليون دولار من هذا الفائض تحقق خلال الفترة من نوفمبر إلى يونيو، والتي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف. يأتي هذا في مقابل عجز كلي بلغ نحو 2,800,000,000 دولار خلال السنة المالية السابقة.
كما أكد تقرير لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي إلى أن ميزان المعاملات الجارية لمصر قد استمر في التحسن في الربع الأول من عام 2017، وأشار التقرير إلى تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنحو 201 مليار دولار، مسجلا أعلى معدل للتحسن السنوية، لينخفض العجز إلى 3.5 مليار دولار. التقرير أضاف أيضا أن تحويلات المصريين في الخارج استمرت في الارتفاع في الربع الأول من عام 2017 لتسجل 4.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2015. كما ارتفع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3%، وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي 2016-2017، متزامنا مع انخفاض معدلات البطالة إلى مستوى 12%. افتتح وزير التجارة طارق قبيل والتموين علي المصلحي فعاليات معرض أهلا مدارس بقاعة الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض، وذلك استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد. المعرض يستمر لمدة 5 أيام ويقدم كافة مستلزمات المدارس، ومن بينها الأدوات الكتابية والملابس والأحذية والمواد الغذائية بأسعار خاصة. تحت شعار معا من أجل مصلحة المستهلك، افتتح وزير التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية معرض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى أكثر من 15% على كافة المستلزمات المدرسية والمكتبية والمنتجات الغذائية والملابس الدراسية والأجهزة والحاسبات الآلية. رب الأسرة أو ربة الأسرة بتيجي عارفة عندها كم ولد وعندها كذا، تقدر تجيب الكشاكيل، تقدر تشتري كل مستلزمات على الأقل الترم الأولاني أو نص السنة الأولاني في وقت المعرض. وفي نفس الوقت بنؤكد للجميع أن هنا يا سعر الجملة أو أقل من الجملة. جزء من هدف الحاجات دي المعارض دي أن احنا بنشجع الصناعة، عشان كده في جزء كبير من الشنط والكراريس وبعض الأقلام اللي هنا كلها مصنوعة في مصر، لكن احنا طبعا بنعمل على أن احنا نقدر يبقى عندنا اكتفاء ذاتي بإذن الله من كل هذه الأدوات، وده هيقلل السعر وهشجع الصناعة. المعرض يشارك به عدد كبير من الشركات المصرية لتوفير المستلزمات لمحدود الدخل، فيما قام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير مساحات للعارضين مجانا. في فروقات في الأسعار، في 10% اللي في 15% اللي في 20% على حسب نوعية السلعة وعلى حسب سياسات الشركات اللي موجودة. شنط ب 300 ويعني شو بعد 300 جنيه، أسعار كلها متفاوتة يعني في كل الناس كل الشرائح يعني كل. والكورسات عندنا كورسات الشعبي وعندنا الكورسات العاليه، في حاجات ب 3.5 جنيه، في حاجات ب 4 وشويه، يعني في رنجات كتيره مختلفه جدا من الاسعار. ويتواكب افتتاح هذا المعرض مع افتتاح 13 منفذا لبيع مستلزمات المدارس في محافظات الجيزه والاسكندريه ودمياط والشرقيه واسيوط والدقهليه والبحيره وسوهاج والقليوبيه والاسماعيليه والفيوم والمنيا وشمال سيناء. معرض للمستلزمات الدراسية والمكتبية يوفر فرصة لمحدود الدخل لتلبية احتياجات أبنائهم قبيل بدء العام الدراسي، خاصة وأنها مستلزمات ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها. من قاعة الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر، أشرف مبارك، النيل. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، ولكن بانوراما النيل مستمرة مع حضراتكم مع زملاء غادة وأيمن. إليكم. شكرا لك ميربت. أعلنت كوريا الجنوبية أن طائرات قوية قاذفة للقنابل وطائرات شبح تابعة للجيش الأمريكي حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية في تدريبات مشتركة مع طائرات حربية من كوريا الجنوبية في استعراض للقوة في وقت يتصاعد فيه التوتر مع كوريا الشمالية. جاء تحليق الطائرات على ارتفاع منخفض بعد 3 أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا متوسط المدى فوق اليابان ليسقط في شمال المحيط الهادئ، في تحد واضح للضغط الدولي بقيادة الولايات المتحدة على البلاد. كانت بيونغ يانغ قد أجرت تجربتها النووية السادسة في 3 سبتمبر الجاري، ثم صدرت ضدها عقوبات صارمة وجديدة من الأمم المتحدة.
فازت كلثوم شريف زوجة رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف بمقعده في البرلمان في انتخابات جزئية شهدت تراجعا للغالبية التي يحظى بها الحزب الحاكم. وأشارت النتائج الأولية إلى فوز كلثوم بأغلبية ضئيلة على الرغم من عدم مشاركتها في الحملة الانتخابية للحزب نظرا لتواجدها في لندن للعلاج من مرض السرطان. كانت المحكمة الباكستانية العليا قد قضت بعدم أهلية نواز شريف للبقاء في منصبه على خلفية تورطه في قضايا مع عدد من أفراد أسرته، وذلك في إطار ما يعرف بقضية وثائق بنما التي كشفت ثروة عائلة شريف.